11 جبر فانز اراوند ذا وورلد. اليوم باش نخرجوا شويه على الخط التحريري نتاع القناه. اليوم باش نحكيو على برشلونه وعلى التتويج نتاع برشلونه والاحداث اللي صارت بعد نهايه الماتش نتاع برشلونه امبارح. بعد ما وفي الماتش جوارات البارسا بداوا يحتفلوا على الميدان، وعينك ما تشوف الا النور. جمهور نتاع اسبانيول هبط ولحمت. شكون تو باش نعتبره غلط؟ اسكو جوارات برشلونه اللي ثم شكون قالوا انه احتفالهم في وسط التيران سورتو انه اسبانيول براتيكمون باش تطيح سي اون بروفوكاسيون دونك مش معقول الشيء اللي عملوه. شق اخر قال نو من حقهم باش يحتفلوا بحصولهم على اللقب، تصرف جوارات برسا عادي، اما اللي مش مقبول جمله او دو توت لي فاسون تصرف الجمهور هذاك غير مقبول مهما كان. سواء جوالات البارسا عندهم الحق يحتفلوا سير بلاس ولا مهما كان الكومبورتمون بتاع الجمهور الطريقة ذيك غير مقبول تماما. ان توكا انا حبيت في الفيديو هذايا احتفالا بحصول برشلونة على لقب البطولة بشكل رسمي باش نسمعكم رأي المحللين بتاع البين سبور في سيزون كامل بتاع برشلونة السنة. عموما برشلونة الذي استطاع من خلال هذا الموسم أن يحصد لقب الدوري بعد أن استقطب مجموعة من اللاعبين، واللاعبين غالبيتهم كانوا يلعبون بشكل أساسي، كانوا إضافة كبيرة جدا لفريق برشلونة، ليفا، كوندي، كريستنتن، ورافينا، وأيضا فرانك كيسي، نعم، الذين قدموا أيضا عملا مميزا مع برشلونة هذا الموسم. صحيح، والأهم من كده بقى قدرة تشافي على تحقيق الانسجام بين هؤلاء اللاعبين. تكلمنا عن نوعية اللعيبة اللي استخدمها برشلونة، ولكن ازاي انت كمدير فني زي تشافي تقدر تحقق الانسجام وتوظف اللاعبين وتاخد منهم افضل شيء. تشيلسي السنة دي اشترى اغلى فريق على وجه الكرة الارضية، مئات الملايين، ورغم كده نتائج سيئة للغاية مع تغيير مدربين ومش قادر يستخلص الجودة من هؤلاء اللاعبين. ممتاز، هم عندهم كواليتي عالي جدا، انما قدرة مدير فني زي تشافي يقدر يقرأ اللعيبه بتاعته وعنده رؤيه ويقدر يوظفهم بشكل كويس جدا. نعم. العبره مش بعدد اللاعبين او الكم، العبره ازاي تستغلهم، وده اللي عمله تشافي هذا الموسم. ممتاز. طارق، برايك الشخصي ما هي المقومات التي ساعدت وساهمت برشلونه بالحصول على لقب الدوري لهذا العام؟ اولا انتدابات كان جيده، اللي ما عملوش في من 2015 الى 2020 عملوا لابورت. ان دائما رؤساء الرئيس القديم للبارسا دائما انتداباته في الهجوم في وسط الميدان، مع لابورتا لا مشايل الدفاع لانه فاهم كوره ويعرف كوره. انتدب كوندي، انتدب كريستيانس، انتدب الونزو في الدفاع، وبطبيعه الحال هناك لاعبين لابورتا لاعبين امكانياتهم محدوده غادروا، وبدواء صعد اللاعب بالدي على الجهة اليسرى، أصبح عنده دفاع جيد، هذا أهم شيء. ثم الانتدابات في الهجوم، ليفاندوفسكي، رافينيا، أعطوا إضافة كبيرة للفريق من ناحية الهجومية. لهنا اكتمل النصاب للبارسا بالنسبة للدوري. أعتقد أن العمل الكبير قام به المدرب تشافي، رغم أن خروجه من الشامبيونز ليج في دوري المجموعات، لكن بقى الفريق معناتها ما تأثرش الفريق في الدوري، وبالعكس قدم مستوى جيد وما انهزم إلا في 3 أو 4 مباريات، وفاز تقريب في 24 أو 25 مباراة، وهذا هام جدا بالنسبة للبارسا. ولهذا أعتقد أن مجيء لابورتا في الوقت المناسب وتشافي في الوقت المناسب مع انتدابات في الدفاع اللي ما صارتش تقريبا 7 أو 8 سنوات، وقت اللي البارسا كان يعاني في الدفاع ولا رئيس قام بانتدابات في الدفاع إلا في الهجوم وهدار المال. لكن اليوم البارسا فريق متكامل، لازم يزيدوا دعموا الفريق، ما يبقاوش على الفريق هذا. الموسم القادم باش تكون البطولة أقوى، الموسم القادم باش يدخل الشامبيونز ليج دوري الأبطال، لازم انتدابات أخرى، لازم رصيد بشري هام جدا، خصوصا دكة احتياط قوية، لازم واجه آخر مع ليفاندوفسكي، لازم لعب آخر في وسط الميدان وصل بعد رحيل بوسكيتس. نعم، والجهة اليسرى كابتن أيضا. الجهة اليسرى فيها بالدي وفيها ألبا، لاعبين معتها جيدين، خصوصا بالدي مر فترة جيدة ولعب مستقبل الفريق،
ممكن مدافع اخر على الجهه اليمنى، تولي عدوا في كل مركز تقريبا. الونسو الونسو عنده لاعبين في كل مركز، كوندي ممكن يلعب على اليمين وممكن يدخل محور الدفاع، هذا عندك ثلاثه لاعبين، عندك كوندي وكريستنسن واروخو والونسو. بالضبط. على الجهه اليسرى عندك بالدي والبا في وسط الميدان. هام جدا ان لعب ارتكاز، لعب ارتكاز، تعرف شنو لعب ارتكاز اللي ما شافتوش البرسا. نعم. عكس بوسكيتس، لعب ارتكاز سريع قوي بدنيا، يساعد كثير اللاعب ديونغ، لان ديونغ ضحى كبير كثير في البرسا بصراحه. صحيح. ضحى كبير مع اللعب بوسكيتس من ناحيه الدفاعيه، يقوم بالادوار الدفاعيه، لان بالنسبه لي ديونغ عنده امكانيات باش يقدم افضل من ناحيه الهجوميه، لكن ما شاهدناش كثير لانه دائما قريب لي اللعب بوسكيتس مع جافي. جافي ممكن الموسم القادم يكون افضل، لانه تعب اللاعبين، عمره 18 سنه، لعب مباريات الكل، لعب مع المنتخب، وهذه بطبيعه الحال تاثر على مردوده وتاثر على معناتها الشيء اللي غاب تقريبا الاربع خمسه مباريات الاخيره بدنيا اضعف. بيدري يبقى الورقه الرابحه، لاعب هام جدا في البرسا، مع ليفاندوفسكي لازم مهاجم اخر، لانه ممكن تلعب البرسا بمهاجمين. نعم. وممكن تلعب بليفاندوفسكي او لاعب اخر، لاعب بقيمه ليفاندوفسكي، مش لاعب حطوا على دكه الاحتياط ويبقى. صحيح. يلعب الا ليفاندوفسكي. رافينيا ويبقى لاعب لاعب ديمبلي. ديمبلي عندك امكانيه باش تلعب رافينيا وديمبلي، وعندك امكانيه باش تلعب رافينيا ام ديمبلي على الجهه اليمنى، لان بالنسبه لي انا جافي مشى في الاربعه، ما عادش يوخر جافي، ما عادش يوخر. نعم. مش يبقى تشافي معاش وقت، مش يبقى بالأربعة لاعبين في وسط الميدان وبمهاجمين، وممكن في بعض الفترات إذا أصيب لاعب في وسط الميدان. نعم. يلعب ديمبلي ورافينيا على الأطراف. صحيح. من برأيك الشخصي كابتن قادر على تعويض بوسكيتس صاحب 32 بطولة مع برشلونة؟ ما أعتقدش لاعب في الدوري الأسباني ممكن يعوض قيمة بوسكيتس، ممكن استقطاب، ممكن برا الدوري الأسباني، انما بدون شك هو احد نجوم هذا الموسم. لو اخترت افضل خمس لاعبين في برشلونه هذا الموسم اكيد بوسكيتس هيكون منهم، هحط ليفاندوفسكي، هحط ديونج، هحط الحارس تير شتيجن، راوخو، هي كله قام بدوره على اكمل وجه، حتى البدلاء. وهنا تيجي شخصيه المدرب، لعيب كبير وتقعد على مقاعد البدلاء وتكون مقتنع، انت مقتنع بشخصيه المدرب، لان تشافي كلاعب كان لاعب مقنع، مفيش حد حقق البطولات دي كلها، وايضا كمدرب اعتقد انه اثبت كفاءه، وكان تدريبه للسد القطري تمهيد الحقيقه لتولي تدريب فريق كبير بحجم فريق برشلونه. وانا اشوف ان الموسم ناجح، انك تحقق بطولتين على مدار الموسم، سوبر اسباني في المملكه العربيه السعوديه، ثم الدوري اسباني بفارق كبير من النقاط، يعتبر الموسم ناجح. ممكن تكون في بعض التضحيات وبعض الاخفاقات، شفنا خروجه من تشامبيونز ليج في الجروب ستيج في مجموعه كان فيها بايرن ميونخ وانتر ميلان، تحول اوروبا ليج ثم خرج على يد مانشستر يونايتد، انما هو كان التركيز محليا، وبعد كده يتم النظر الى برشلونه اوروبيا. جدا. اريد ان اسالك كابتن عن تشافي تحديدا، ما هي البصمه التي اضافها تشافي خلال عام ونصف في برشلونه؟ البصمه انه هناك لاعبين لعبوا معه، صحيح احترمهم الاول ولعبهم وعطاهم فرصه باش يلعبوا، ومن بعد لما شاف انه اللاعبين هذو ما عادش عندهم امكانيه باش يعطيو، نعم، وضعهم على دكه الاحتياط مثل بيكي ومثل البا، هذا هام جدا بالنسبه له، لان المدربين اللي مروا على الكل على البرسا بقاوا مع بيكي وبقاوا مع البا وبقاوا مع بوسكيتس وبقاوا مع سيرجيو روبرت. لا أول. ثم الفريق تغير، البرسا في تاريخ البرسا دائما من اللي جاء جوان كرويف أن العب بطريقة 4-3-3، شايف أن 4-3-3 ما هيش ناجح مع البرسا، غير أصبح يلعب بأربعة أربعة اثنين، أربعة اثنين ثلاثة واحد، وهذه أعطت نجاحات كبيرة السنة هذه للبرسا. ثم البرسا بدنيا أفضل بكثير مع المدرب الهولندي، لما كان المدرب الهولندي كومان بدنيا أفضل بكثير، تحس مع كومان الفريق يلقى صعوبات كبيرة مش كمل المباراة، في عديد المباريات خسر المباريات في الدقائق الأخيرة البرسا، عديد المباريات، لكن مع المدرب تشافي بدنيا تحسن الفريق، ولهذا أنا بالنسبة لي أنا ما زال يعطي، لأن هام جدا أنا في السنة الثانية متاعه يفوز بدوري. صحيح. مو سهل بالنسبة لي
وهذا أعتقد أنه بداية جيدة بالنسبة لتشافي، ولهذا أعتقد أنه ممكن المواسم القادمة نعم. البارسا يكون أفضل لو هناك انتدابات معتها مدروسة. ممتاز. بسنة ونصف هيثم بشكل سريع، هذا المدرب استطاع أن يحصد بطولتين، كأس السوبر هذه البطولة صاحبة النفس القصير، والدوري النفس الطويل، يعتبر شيء جدا ممتاز بالنسبة لتشافي بسنة ونصف وبلاعبين أيضا مميزين وباستقطابات مهمة أن يحصد بطولتين في مشواره مع برشلونة. صحيح، وأنا بضيف إنجاز ليهم أنه السنة اللي فاتت لما تولى تدريب برشلونة، برشلونة كان في المركز 11 قدر أنه يصعب بيهم حتى أنهى الدوري في المقاعد الأوروبية، وبعد كده ابتدى يخطط لهذا الموسم. شيء صعب جدا فعلا ان انت تكون لاعب وبعد نعم. كده تبقى مدرب لبعض اللاعبين، لان دي تتطلب منك احداث توازن كبير جدا، اولا في شخصيتك، لان انت لازم تدي اللاعب الكبير ده البرستيج بتاعه، وفي نفس الوقت تقنعه ان هو يمتثل الاوامر بتاعتك. مش سهل ان انت تكون زميل بوسكيس وجوردي ألبا وموضوع حتى سيرجي روبرتو، وبعدين بعد كده انت اللي بتقودهم فنيا، لازم حقق التوازن ده، وده اللي عمله تشافي بشكل رهيب. ما تنساش برضو ان برشلونه جاب مجموعه كبيره من اللاعبين السنه اللي فاتت، وبعد كده استغنى عن مجموعه كتيره وجاب هؤلاء اللاعبين بالظبط. اوباميانج، لونجلي، في احسن لواج على الموسم الجاي اوباميانج، ادام ساعد كثير، ادام تراوري، في ناس كتير جت، وداني ألفش، وبعد كده ابتدى يعمل عمليه تغيير ويشوف بقى هو يركز عايز ده، وده اللي هيفضل وده اللي هيمشي. فانا اعتقد شافي عمل ممتاز، شغل كبير جدا، وهو شخصيته ممتازه الحقيقه. جميل جميل. ولا كل مره نخرج شويه على الخط، مش ديما تينيس تينيس تينيس، هاكا ساعات كره عالميه، ساعات العاب فرديه، حاسيله كل ساعه وعلم. كنت معكم مولد بالحاج من تونس، الى اللقاء.